فمنذ أن تم إطلاقه عام 2013 تحت شعار الكويت تسمع، برعاية سامية من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح حفظه الله ورعاه، بات مشروع كفو منصة وطنية تقطف ثمار الكفاءات الشبابية الحاضرة والفاعلة وتساهم في خلق التواصل بين الشباب وتنمية أفكارهم. 3 سنوات من التميز، كيف بدأت وإلى أين تسعى؟ نستعرضها إن شاء الله في حديث سريع مع إحدى بطلات قصة هذا النجاح، ضيفتنا في الأستوديو الدكتورة فاطمة المسوي المدير التنفيذي لمشروع كفو. حياك الله دكتورة فاطمة، منورتنا وسعيدين جدا بوجودك معنا في العالم. الله يحييك ومشكورين دائما على الاستضافة والدعم. دكتورة فاطمة، إذا قلنا في اللهجة الكويتية العامية كفو، لمتابعينا من غير الكويتيين كفو بمعنى كفء. هذا المشروع الوطني، كلمينا في البداية أو أعطينا فكرة والسادة المشاهدين ما هو هذا المشروع الوطني؟ طبعا هذا المشروع هو أحد مخرجات المشروع الوطني للشباب الكويت تسمع. كان أحد التوصيات هي التعرف على الكفاءات اللي بالكويت والطاقات اللي مبدعة وشلون ممكن نوصل لهم. فموقع فكفو هو عبارة عن موقع إلكتروني يسهل عملية البحث، التواصل والتعاون بين الكفاءات. صار لنا فترة نشتغل على تصميم هذا الموقع، فأطلقنا نسخة تجريبية، والعام شهر 10 أطلقنا النسخة الأولى، وإن شاء الله شهر 10 هذا هنطلق النسخة الثانية. هو عبارة عن يعني موقع إلكتروني، ونبي نسهل عملية أن نتعرف على هذه الكفاءات. يعني في وايد ناس منجزين مجالات مختلفة بس ما حد يدري عنهم ولا نقدر نوصلهم سهولة، فأيت فكرة كفو من هذا المنطلق. وطبعا هو هي أحد المشاريع التابعة للديوان الأميري، ومن طلب حضرة صاحب السمو أمير البلاد أن ينشأ هذا الموقع. إذن المشروع يهدف إلى البحث عن الطاقات الكويتية الكفو الكفو. طيب شلون استطاع هذا المشروع أن يجمع تحت منصته مجموعة من الشباب اللي ما شاء الله المبدع والمتميز كلا في مجاله؟ طبعا احنا الحين حاليا عندنا فوق 1500 شخص مسجل معنا. حاولنا ان يعني نركز على مجالات معينه بالبدايه. طبعا كل مشروع جديد او حتى موقع الكتروني يحتاج ان اول شيء نستقطب فئه اللي هي راح تشجع غيرها ان يشاركون فيه. صحيح. هو يعتبر تغيير في السلوك، لان انا متعوده يمكن على طريقه معينه ولازم استخدم موقع بطريقه مختلفه، هذا يكون يعني في تغيير بالسلوك، نحتاج أن يكون أكو أمثلة أول شيء استخدمه، وبعدين الواحد يتشجع يكون جزء منه. فإحنا أول شيء استهدفنا قلنا منو الشخصيات اللي نبي هم يكونون يعني بالموقع أكثر شيء. طبعا الموقع راح يكون حق أي شخص عنده رقم مدني فوق سن 13 سنة يقدر يفتح الحساب. إحنا نقول كفاءات، نقول حتى الكفاءات الطموحة، يعني مو شرط الواحد بس اللي منجز، إنزين اللي وده ينجز. هذه هي مساحة حوار، خلينا نقول مساحة تعارف، مساحة تعاون. بلشنا أول شيء بشخصيات اللي حاصلة على جوائز بمجالات مختلفة، كنا إحنا نروح لهم أو نسأل الناس أن هم يرشحون أسامي. يعني رحنا كنا we target them، يعني نروح حق مثلا أماكن العمل المشترك، يوم نسمع أخبار عن أكو شخص فاز بجائزة نروح نحاول نستهدفه ونخليه يسجل معنا. وهذا يعني خلينا نقول النواة، الكفاءات الأولى اللي قاعد نحاول نجمعها. غير كذي احنا نسوي فعاليات خلال السنة كلها، فتقريبا بالشهر عندنا أكثر من 3 فعاليات، يا تكون صغيرة من ناحية لقاء تعارف أو تكون مشاركاتها مختلفة مع المجتمع. فمن خلال هذه المشاركات هم قاعد نحاول نستقطب عدد من الكفاءات. طبعا بعد ما نطلق النسخة الثانية إن شاء الله بالملتقى راح يصير عندنا الحملة الإعلامية شوية أقوى. بالبداية ما كنا قاعد نركز على حملة إعلامية يعني منتشرة، لأن كان بالنسبة حقنا نبي ناخذ الفيدباك، نعرف شنو تجربة الأشخاص بالموقع نفسه أساس نطور فيه. أو الحين الحمد لله يعني شفنا يعني ركزنا على الأشياء المميزات أو الخصائص بالموقع اللي ممكن سهل الواحد يستخدمها، ومنها تكون حتى مثكلة على المستخدم. وعندنا الموقع بالأساس، بالملتقى هذا راح نطلق بعد التطبيق.
لانه شفنا وايد من الاشخاص يحبون يستخدمون التطبيق يعني الكويت اصلا وحتى على العالم كله. صح. صار الموقع مو شيء يعني يشجعهم والله تعال اكتب اسم الموقع كل مره، هي تطبيق وزر واحد والواحد يدخل على حسابه. طيب دكتورة فاطمة، يعني انتم الهدف من المشروع بالاساس هو احتضان الكفاءات وتوجيهها وابرازها اكثر في المجتمع. خلينا نتحكى في شفافيه، بعض الكفاءات تكون خجوله، واذا انت او حضرتك كلمتيني ان انتم تبتدون من عمر 13 سنه، فمعناها 13 طلبه في المدارس، فهل كان لديكم اي نوع من التعاون مع مثلا وزاره التربيه في الكشف عن هذه الكفاءات اللي اكيد تكون موجوده في المدارس؟ طبعا احنا اول شيء قاعد نركز على اصحاب المشاريع. انا اقول لك الموقع يقدر يتخلى اي شخص فوق 13 سنه وسالفه 13 بس شنو يستفيد اذا دخل؟ شنو اي هو الموقع فيه كذا خاصيه. نعم. منها الواحد يبني سيرته الذاتيه. فاذا مثلا اكو عندنا شباب صغار اللي فازوا بجوائز عالميه بمسابقات دوليه اللي شاركوا فيها، انزين فكون انه يبني سيرته الذاتيه هذا شيء يخليه سهل حق اي جهه تقدر تتعرف عليه. نعم. تعرف بكفاءته. نعم. غير كذي الجهات او الافراد المختلفين اللي عندهم فرصه تعاون. نعم. فرصه تعاون ممكن تكون تطوعيه، ممكن تكون بمبلغ يعني على حسب شنو هو الشخص اللي محدد الفرصه. نعم. هو يحدد نوع التعاون اللي يبي. زين فهذه جزئيه الواحد يقدر يعلن عنها. نعم. ويقدم عليها، يعني هذا الشاب الصغير يمكن يشوف اكو فرصه. صحيح. ممكن يقدم عليها على الموقع. غير كذي احنا عندنا شيء نسمينه مجتمعات كفو. نعم. زين مجتمعات كفو العام ركزنا على 7 مجتمعات. والحين ان شاء الله يعني انا اقول العام قصدي يعني مو السنه نفسها يعني من اكتوبر اللي طاف، الحين اكتوبر. نعم. هذا ان شاء الله راح نطلق 9 مجتمعات يعني يكون بالتوتال. كل اكتوبر تدخلون سنه جديده. اي بالنسبه حقنا لان الملتقى هو سنوي. الله يعطيكم العافيه. اي فبالمجتمعات هذه قاعد نركز على كفاءات في مجالات معينه. نعم. شنو هالمجالات؟ اي فعندنا مجال رياده الاعمال، عمل الانساني، الرياضه، الصحه، البيئه، التعليم، العلوم والتكنولوجيا، ثقافه وفنون، وعندنا الإعلام. يعني ما شاء الله سويتوا منظومة متكاملة لكافة أطياف المجتمع. طيب حظيتوا برعاية سامية من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد، ويعني أكيد أنكم حظيظين في هذه الرعاية. ماذا تمثل لكم احتضان حضرة صاحب السمو لمشروعكم؟ طبعا احنا قاعد نخدم رؤيته صحيح اليوم، يعني هذا المشروع هو تابع للديوان الاميري. نعم. واذا اخص بالشكر بعد دكتور يوسف الابراهيم مستشار. نعم. الامير هو يعني اللي شجعنا بعد اكثر تلبيه لتوجيهات حضره صاحب السمو، فاحنا يعني ما اشوف انه هو مشروع هو يعني مو مشروعنا احنا. نعم. بالعكس احنا نخدم حضره صاحب السمو ونخدم الكويت بكل شيء نقدر نسويه، فهو شرف لنا ان نحوز بثقته خلينا نقول ان نؤدي هذا المشروع وان شاء الله يعني نبيضها ان شاء الله. لا اكيد انكم كفو. طيب دكتوره فاطمه، الحين لغه العصر هي اللغه الالكترونيه، خلينا نتكلم ما اهميه وجود منصه الكترونيه تضم الشباب في وقتنا الحالي. طبعا هذا سؤال وايد وجيه، يعني احنا فكره ان السوشيال ميديا وايد الحين الشباب كلهم يعني مدمنين صاروا مواقع التواصل الاجتماعي لغتهم خلاص يعني. اي وهذا كان بالنسبه حقنا اختيار ان يكون موقع، يعني احنا شلون نقدر نوصل حق الشباب. نعم. واكثر شيء كان نحاول نخاطب جهه فئه الشباب. صحيح. الموقع احنا مو مختصر بس حق شباب. بنوه على هذا الموضوع. بس اللي قاعد نحاول نركز عليهم للاستفاده هم فئه الشباب، والشباب الحين اكثر اسرع طريقه توصيل له عبر التليفون يعني. صح. فاحنا بنخلق بيئه تكون سليمه اكثر. يعني يوم الشخص اللي يقدر يسجل موقع كفو لازم له بطاقه مدنيه، انت تدرين ان هذا شخص حقيقي. نعم. وكل شخص عنده حساب واحد فهذا مو حساب وهمي. صح. فاحنا قاعد نحاول نخلق بيئه يكون تركيزها ان العمل، الاجتهاد، الطموح. فهذه كلها يوم يعني يوم نشوف احنا امثله امام عينينا بهذا المجال. نعم. يشجع الشباب انهم ياخذون خطوات وينمون من مهاراتهم. فاعتقد وايد ضروري ان يكون لنا وجود ان شاء الله في هذا العالم الرقمي او في هذه المساحه الرقميه وبطريقه اللي توجه بشكل يعني سليم. يعني عدد اللي موجودين معاكم حاليا نفس ما قلت لك فوق ال 1500 مسجلين معنا، وان شاء الله الحين احنا عندنا ملتقى راح نسجل فيه اعداد بعد اكثر. وغير العالم الافتراضي ترى احنا عندنا وايد فعاليات خلال السنه
ونسوي يعني أنشطة مختلفة إن شاء الله. وإن شاء الله جزء من المنطقة راح نطلق خلينا نقول رزنامة أنشطة جاية في المجتمعات كلها. واخترنا أن شخصيات اللي هم مرشدين كفو هذول شخصيات يعني ناس منجزين في مجالات مختلفة نفس المجتمعات اللي ذكرتهم. فكرتها بكل مجتمع في 5 مرشدين يرشدوننا احنا على الكفاءات ويعلمون المجتمع علينا. حلو. زين فهم راح يكون حلقه الوصل طريقه يعني مميزه وراح نسوي ان شاء الله فعاليات مع بعض اللي تخدم المجتمع وتعرفهم اكثر على اذا هذه الفعاليات كلها راح تكون تحت مظله ملتقى كفو السنوي اللي ان شاء الله راح ينطلق 9/10. كل التوفيق لكم وكل الشكر لوجودك معنا دكتوره فاطمه وعلى هالمساحه الحواريه المثريه. حبيبتي مشكورين خليك. إذن